اهلا بحضراتكم من جديد. يعني مهما اتكلم بصراحه النهارده او امبارح من اول ما قلت انا معايا احمد عادل عبد المنعم جالي شويه كومنتات وشويه تعليقات كده بصراحه انا استغربت. يعني احسن حاجه او اكتر حاجه عرفتها ان انتوا فعلا لعيب موجود او مش موجود بتحسوا اللعيب بيحب النادي فعلا ولا لعيب هيقعد في النادي شويه وخلاص. احمد عادل عبد المنعم هو نموذج احترافي في كل حاجه، قلبه في النادي الاهلي واول ما يدخل مصر مقصه بيبقى خلاص قلبه وعقله وكل حاجه في مصر المقصه، لكن هو عشقه الوحيد اعتقد يعني هو نادي الاهلي. انا مش عارف ارحب بيك ازاي. لا طبعا مش محتاج ترحب بيا، انا مش لاقي، انا مبسوط جدا ان انت معايا، انت عارف انا بحبك قد ايه، وكمان حسيت قد ايه ناس بتحبك، ما كنتش عارف كده بصراحه، يعني انا كنت عارف ناس بتحبك لكن الكم ده والكلام اللي جالي انا قريته والله العظيم يا احمد انا عينيا دمعت من حب الناس ليك. بص، الاول انا مبسوط ان انا معاك، ودي اول مره اخش قناه الاهلي من بعد ما سبت النادي من سنه ونص بالظبط، فليها طعم خاص النهارده بصراحه ان انا اكون موجود النهارده معاك وفي بيتي. ف يعني بغض النظر ان هو برنامج، لا انا مبسوط، يعني انا جاي وانا فرحان بصراحه، يعني مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انا في بيتي، ده اول حاجه. الناس كلها مبسوطه جدا، الناس كلها كانت مستنياك فعلا. انا كان بيقولوا لي يا كابتن نفسنا احمد عادل عبد المنعم يجي، انا كنت بقول يعني جبنا نجوم، انت عارف النجوم تيجي هنا، لكن عارف طالبينك بالاسم ومستنيينك. وبعدين حسن ابني كلمني قال لي يا بابا ما تعدي عليا خدني معاك، انا نفسي اسافر. قلت في انت في ايه؟ قول لي بقى السر، الناس دي بتعشقك كده. جمهور النادي الاهلي ده حبايبي كلهم، بغض النظر انا موجود في النادي او بره النادي، هم شافوا مني كل حاجه كويسه وانا شفت منهم كل حاجه كويسه، فالعلاقه بيني وبينهم دايما بتبقى علاقه الحمد لله، يعني بفضل الله كويسه جدا وعلاقه قويه. مفيش اي حاجه ممكن في الدنيا دي تخش في العلاقه بتاعت الجمهور واحمد عادل خالص. انا لعمري ممكن ان انا يعني ادخل حد في العلاقه دي او اسمح لحد ان هو يخش يبوظ اي حاجه في العلاقه دي، لان بالنسبه لي دي الحاجه اللي باقيه لي، جمهور النادي الاهلي وعلاقتي بيهم دي الحاجه اللي باقيه لي. بتفصل ازاي بقى بين حبك وعشقك نادي الاهلي وحبك وعشقك ايضا المكان اللي انت بتنتمي ليه دلوقتي نادي مصر المقاصه؟ بص والله طبعا انا خروجي من النادي الاهلي كان خروج صعب، يعني ان انا اخد القرار ان انا امشي من النادي الاهلي فكان قرار صعب قوي. هكلمك فيه، انا مش هسيبك، خلي بالك قرار صعب جدا. انا متوصي الناس موصياني، يعني انا دلوقتي اعتبر ان انا جماهير النادي الاهلي. طب. لكن انا عايز اعرف يعني قلبك فعلا، ما انا لما بنشوف الاغنيه اللي انت بتغنيها انا عمري ما اقدر انسى اي ذكرى كانت معاه، واحد في الدرجه اللي هو عارف ثالثه شمال اكمل مصر مقصه، ما شاء الله عامل موسم ولا اروع، الحمد لله مواسم ولا اروع الحمد لله. دي حقيقه، انت عارف ما هقول لك بقى، هي خروجي من النادي الاهلي كان بقول لك خروج صعب جدا. قرار ان انا اخد ان انا امشي من النادي الاهلي ده ما كانش سهل عليا خالص. واحد بقاله اكتر من 20 سنه في النادي الاهلي من الناشئين للفريق الاول ومعاهم وبطولات وحاجات وذكريات، وفجاه عايز تاخد القرار انت تمشي، كان صعب. بس بامانه اللي سهله عليا شويه اختياري للنادي اللي انا كنت رايحه. سبحان الله، يعني انا ما كانش في دماغي ان انا امشي من النادي والموضوع جه كده، لكن اختيار المصري المقصه بالذات بادارته المحترمه طبعا بقياده سياده اللواء محمد عبد السلام والناس اللي موجوده كلهم، قمه الاحترام طبعا. طبعا لا قمه الاحترام. وانا فاكر القعده اللي انا قعدتها معاه من سنه ونص، كنت قاعد مع استاذ محمد مجد الراجل المسؤول عن الاداره في مصر المقصه والمدير المالي، وكنا بنتفق وبتاع، فهو شافني مزمزق يعني استاذ محمد مجد يا ابني ما تخافش وما تقلقش وتعالى طب انا هرد على هفكر استاذ محمد وعامل استخاره وارد عليك. ده كان كلامي ليه في القعده ديت. استاذ محمد عبد السلام دخل المكتب واحنا قاعدين، فبص لي كده قال لي انا بحبك وكنت بحب ابوك. انا فاكر الكلمه بالظبط، الله يرحمه والله.